70 كيلو رايح و 170 كيلو جاي، 340 كيلو تقطعها مسكينة يوميا، هذا معقول هذا؟ الله يطول عمرك يا اخوي، احمد ربك انها توظفت يا ابن الحلال. داخلنا على الله ثم عليك، ما لها احد يقعد معها، لا اخو ولا ام. تربوها شوي، تربوها بالدرعية في الخرج يا اخوي. تراك اشغلتنا واقرقتها فوق راسنا، ما عجبها المكان تقدم اعتذار عن الوظيفة وانتهينا. شلت ما صدقنا على توظف تقدم اعتذار على عمرك؟ شو هذا الحكي هذا؟ الله يطول عمرك. أجل الحكي إنها تصبر سنتين إلى ما ندبر أمرها. خلون فيه حل لها سنتين ما جيتك، الله يطول عمرك. يا أخوي أنت وش تبي أنت؟ أبيكم تحلونا. عندي شغلتين لا ثالثة لها. الأولى إما أنها تلتزم بوظيفتها في أي مكان كانت، أو أنها تعتذر. غير الحكي هذا ما عندي. تفضل تفضل خذ ملفك. والله العظيم ما بقى الا تبون كل مدرسه نجيب لها مدرسه كامله لحالها وين ما بغت، حتى في بيتها. يلا توكل على الله يا اخوي. شكوى الله.